السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نعملوا مع بعض بانانا بريد او كيكه الموز وشوكولا. تجي بزاف بنينه، راح لما تجربوها راح تولي عندكم ادمان، تعودوها مره وزوج وثلاثه وما تشبعوا شي بزاف. شابو جيب مع داك المزيج تاع الشوكولا والكراميل، انا كبيت عليها التوفيه كراميل اذا حطيناها مع بعض، ونخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف باش اللي ما شافوهش يعاودوا يشوفوه. لهاد الوصفة نحتاجو مقادير ان شاء الله تكون بسيطة ومتوفرة في كامل البيوت. نحتاجو هذا 3 حبات تاع الموز يكونوا طايبين مليح، 100 غرام تاع لي بيبي تاع الشوكولا، ولا تجمو تعملو شوكولا عادية وتقصوها قطع. نحتاجو هذا كاس سكر ناقص 2 أصابع، نحتاجو 100 غرام تاع زبدة ذائبة، نحتاج تقريبا 5 ملاعق كبار تاع نواض كوكو، ونحتاج مع كيس خميرة كيميائية و4 ملاعق تاع البيكربونات، ونحتاج 2 كيسان تاع الفرينة ولافاني هكذا زدتها مع البيض. مهم دوك نخليكم المقادير كامل في صندوق الوصف بالجرام وبالميزان. هنا خلطت هذاك الموز غاية بالملعقة، كي تخلط لي مليح زدت عليه الحبات تاع البيض ولافاني، ونبدي هكذا نخلط فيهم بالباتور حتى يتجانس مع الموز مع ما الحبات تاع البيض. البيض دائما في الكيك عملوه بدرجة حرارة الغرفة، ونزيد الكمية تاع السكر اللي هي 125 غرام، ونزيد هنا 100 غرام تاع زبدة دائبة وباردة بيان سور، دائما جامي تعملو زبدة وهي سخونة كي تكون دائبة. وهنا 50 غرام تاع نواض كوكو، أو ممكن معطلكم تقريبا 5 ملاعق كبار تاع نواض كوكو، ونزيد هيدا نخلطهم بالباتور. نخلط هنا كمية صغيرة من الفرينة، ما نخلطهاش كامل مرة واحدة اللي هي 250 غرام، ونزيد عليها الباكي تاع الخمارة وهذيك 4 ملاعق تاع البيكربونات. هذيك البيكربونات راح تخفف لنا الكيك تاعنا، كما تعرفوا البنان يجي شوية طايل. وزدت كملت كمية تاع الفرينة مع بعض وخلطهم. هنا خفضت السرعة شوية، عملتها في الان. من بعد ما خلط نهبط هيدا بملعقه هذاك اللي يكون في الاطراف، ونزيد كميه من الشوكولا، نخلي شويه للتزيين. كما عندكم 100 غرام تاع الشوكولا، وتنجموا تعملوا الشوكولات على الطابلات وتحطوها بالخدمه ماشي مشكل. وهنا عملتهم في هادو لي مول تاع الالومنيوم يجيو متوسطين، عمرتهم يعني هكذا للثلث، نخلي الثلث الاخير باش يطلع فيه البسكوي، وتنجموا تعملوه في المول عكيكه هذه ماشي بالسيف هادو. ونفدهم هكذا شويه وندخلهم يطيبوا على فرن ديجا سخناه على 180 درجه. نزوهم بهذوك لي بيبيتو شوكولا من الفوق، تجمعوا نصوهم بالروندل تاع الموز اللي حبيتو. التزيين توجور يقعد اختياري، كل واحد كيش يحب يزين. وهو هذا بعد ما تاب، كي تدخلوا الكوردون يخرج لكم ناشف تعرفوه بلي تاب. كما تشوفوا في هاد التشققات يبان شويه نادي، هذاك الموز ما يخرج لكم هكذا نادي، بصح راه طايبه الكيك زعسي، وفي جهه اخرى تسيبوها طايبه. تاخذ لكم حوالي 30 دقيقه حتى 40 دقيقه على حسب الفرن تاعكم. وتنجموا ما ترميو عليها حفنه تاع الزبيب تاعنا كيجي بنين، اللي يحب الزبيب، انا ما نحبش بزاف الزبيب، ادواء خاص صوالح. تنجمو مام بلاصه نواض كوكو تعملوا الجوز ولا فول سوداني ولا اي مكسرات تفضلوهم. نخليها تبرد شويه ونعصمها ونشوفوها مع بعض. نجي بزاف بنينه وبزاف خفيفه، واختاروا الموز تاعكم يكون طايب، ما يكونش خضر باش ما يكونش بنين بيان سور. وهنا دوبت هذيك طوفيا كراميل اللي ديجا عطيتكم حطيتها معكم، دوبتها شويه في الميكرووند وكبيتها على حبيت هاي تقدو بسها باش الكيك تاعي تشربها مليح. كبيتهم هيدا على الكيك تاعي، جاب بزاف شباب. هاو هذا انا نعصم لكم من الداخل، شوفوا كيش يجيو هذيك الحبيبات تاع الشوكولا، يجي بنين بالبزاف. نتمنى تجربوه وتشاركوه مع صحابكم واحبابكم. ولا عجبتكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش تشجعوني بالجام، وتكتبوا لي في التعليق اي اقتراحات واحده اخرى خاصكم. ولا كنتوا اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم، ونتمنى تشتركوا في القناه. ولا كنتوا مشتركين جدد مرحبا بكم، ومرحبا بكامل المشتركين اللي راهم معايا. يلا سلام.